الرحيم كان الكلام في صلاة الاستئجار الأجير يجوز أن يكون رجلا أو امرأة عن رجل أو امراة كله جائز شخص متوفى رجل تستاجر عنه امراه او يستاجر عنه رجل لا مشكله امراه متوفاه يستاجر عنها رجل او امراه كل هذا جائز وياتي الاجير بالصلاة على النحو الذي فاتت عن الميت الصلوات الجهرية يأتي بها جهرة والإخفاتية إخفاتة إحنا نعلم أن المرأة ليس عليها جهر في الصلاه في صلاتها هي لما تصلي المغرب العشاء الصبح لها ان تخفت الرجل يلزمه الجهر لكن في الاجاره لما استاجرت عن رجل الان تقضي عن هذا الرجل صلاه المغرب صلاه العشاء صلاة الصبح تجهر لا تقول والله انا مرة وليس علي جهر صح ليس عليك جهر في صلاتك اما في الصلاة التي تأتين بها عن الميت تأتين بها كما فاتت عنه قد قد يستأجر الانسان لصلوات قصرية وصلوات تامة يقال لهذا الأجير تصلي مثلا خمس سنوات صلاة كاملة عن فلان وتصلي مثلا سنة أو سنتين صلوات قصر لأنها فاتته فاتت الميتة في حال السفر أيه القصر تقضى قصرا والتمام تماما كذلك في حال الاجاره هناك اناس لا يصلون قد يقضون عمرهم نعوذ بالله تاركين للصلاه الان ورثتهم يحبون ان يستاجروا لابراء ذممهم معلوم انه في كل سنه مره او مرتين عاده يحصل خسوف او كسوف هذا الشخص الذي لا يصلي ممكن مرت عليه خمسون سنه هو ما يصلي اكيد هناك صلوات خسوف كسوف مرت عليه لم يفعلها هذه ايضا ينبغي الا تترك عندما يستاجر الشخص يقال له مثلا يقدرون نفترض هذا اربعين سنه مرت بعد بلوغه ما صلى زين نفترض كل سنه مره لا على الاقل يصير خسوف اربعين سنه اربعون صلاه خسوف وكسوف صلاه ايات زين أن يستأجر لأنه عادة الناس يستأجرون فقط للصلوات اليومية ظهر عصر لكن هذه أيضا ينبغي الالتفات إليها أكيد هذا أربعين سنة مرت من عمره بعد البلوغ وما صلى أكيد مرت أربعين خمسين ثلاثين مرة خسوف وكسوف مرت عليه آيات فأيضا يستأجر له شيء حسن وتؤدى تصلى كما فاتته بالضبط الاجير تاره تراد منه الصلاه منه مباشره وتاره المطلوب ان الصلاه تؤدى اما ان يؤديها هو او غيره هذه مثل بعض القضايا الاخرى، انتم الحين لما تجيبون شخص مقاول تتفقون معه على بناء حجره مثلا او بيت. عادة لا تقصدون مباشرته هو للبناء هو يروح يجيب عمال مثلا. تحت ايده، انتم تتفقون معه هو يادي، تقولوا اجرتك هالكثر، لكن لما يجيب عمال ما تشكلون عليه انه انت ما قعدت تشتغل؟ يرد يقول انا ليس المطلوب مني ان اباشر، المطلوب مني ان احصل واوجد لكم هذا الفعل، واحيانا لا المطلوب أن يباشر هو عادة في العبادات الناس تنظر إلى الشخص بما هو يعني يتفقون مع شخص معين أنه تصلي سنة تصوم كذا عن فلان إذا عرفوا بعدين هذا رايح شايف له واحد ثاني قايل له أنت صوم أو صلي عادة يعترضون يقولوا لي احنا خو نعرف ناس كثيرين يصلون ويصومون لماذا جئنا لك بالخصوص احنا نعرفك انت انسان صلاتك مضبوطه اعمالك مضبوطه لهذا استاجرناك فاذا كانت الاجاره بهذا النحو انه هو يباشر لا بد ان يباشر او يشترط عليهم من الاول يقول لهم أنا لا أباشر أنا أخذ منكم المبلغ وأدبر لكم أرتب لكم ناس يؤدون العمل وإلا في ما لو كان الظاهر أنه هو يباشر لابد أن يفعلها هو زين الآن فرضنا نعم إذا الآخر فعلها برئت ذمة الميت لكن في إشكال بعملية الإجارة هذا ما وفى بالعقد طيب قال له لا إحنا ما علينا إحنا نعطيك مئة دينار نريد سنة صلاة تريد أنت تسويها أو تستأجر شخصا الأمر إليك الآن هو راح دور له واحد ثاني تسعين دينار اتفق وياه إجارة بالباطن مو الأيام أكو إجارة بالباطن الدكان المعد العمارة هذه إجارة باطن بالصلاة والصوم يسووها بعضهم يفعلوها يقول له هذه مئة دينار تصلي يقول له إلا أنا لا مو إلا أنت كيفك أنت أو غيرك راح دور لقى واحد أرخص تسعين دينار ويريد يحط عشرة هو نفسه يصير هالكلام لا إلا لأن هذه العشرة راح يأخذها من دون مقابل ما سوى شيء هو مقابل ماذا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه عشرة راح يأكلها بالباطل يعني من دون مقابل إلا أن يؤدي شيئا ولو يسيرا يصلي له صلاة وحده مثلا أو صلاتين وينو أنه هالعشر دنانير أخذها عن هذه الصلاة الواحدة أو الصلاتين ثم يتفق مع الشخص الآخر على بقية العمل بسعر أرخص هذا الكلام يأتي حتى في إجارة المنازل البيوت ومشاكل هناك أناس يستأجرون وفرض يجي يستأجر عمارة من صاحبها عمارة يتفق إياه بالشهر يدفع له عشرة آلاف دينار بعدين هو يقوم يدور مستأجرين يمين وشمال يتفق إياهم يأجر لهم إياه بأحد عشر ألف دينار مثلا بالشهر يربح بالشهر ألف دينار عليه أن يفعل شيئا ولو بسيطة يمد له ضوء معين شوية ديكور يحط يسوي له شغلة ولو بسيطة حتى يكون قد أخذ هذه الزيادة قبال تلك الزيادة يقول أنا سويت شيء وأخذ هذه الزيادة مقابل ما فعلته مو أنه ما يفعل أي شيء خلاص هي العمارة لا زيد ولا نقص فيها على وضعها استاجرها بعشرة وراح أجرها بهدعش وأخذ ألف زين هذه الالف مقابل شنو اخذتها؟ هذا يصير اكل مال بالباطل حتى لا يصير هالوضع يفعل شيئا ولو يسيرا، قلت حتى لو يحط له ضوء مثلا زايد شويه تعديلات تنقيحات شيء بسيط فينوي اخذ هذه الزياده قبال ما فعله في العين. الصلاه فيها أشياء أجزاء واجبة لا بد منها وفي الصلاة مستحبات كثيرة أغلب الناس يؤدون كثيرا من المستحبات في الصلاة الحين أنتم المؤمنين وأغلب المؤمنين لما تصلون هذه الصلاة ممكن لو نحسبها نقدر نسويها نص هالمقدار اللي قاعد تسووه ثلث يعني ثلثينها يطلع مستحبات مثلا. الاذان والاقامه مستحبان. ممكن واحد يجي يقول انا لا اذن ولا اقيم يجي راسا ينوي ويكبر يجوز يجوز. بس كثير من الناس ياذنون يقيمون عمل جيد هذا. عقب ما يكبر تكبيره الاحرام يستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يبدأ بالبسملة واجب لا مواجب مستحب قرأ الحمد خلص مستحب أن يقول بعد الحمد الحمد لله رب العالمين مستحب هذا قرأ عقبة التوحيد بعد الحمد قرا التوحيد يستحب بعد التوحيد ان يقول كذلك الله ربي او كذلك الله ربنا مره او ثلاثا كل هذه مستحبات ركع قبل ما يركع يستحب ان يقول الله اكبر ركع في الركوع قال سبحان ربي العظيم وبحمده يستحب له بعد ذلك ان يقول اللهم صل على محمد وال محمد. <applause> هذه مستحبه قام من الركوع سمع الله لمن حمده مستحبه الله اكبر مستحبه في السجود قال سبحان ربي الاعلى وبحمده ايضا الصلاه على النبي واله صلى الله عليه واله هم مستحبه يجلس يكبر استحبابا استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر هذه كلها مستحبات سمع الله لمن حمده بحول الله وقوته اقوم واقعد القنوت مستحب لما يجلس للتشهد بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله مستحبه عقب ما يخلص التشهد وتقبل شفاعته وارفع درجته مستحبه كثير كثير هل كثر مستحبات في الصلاه؟ زين الحين لو واحد يريد يصلي صلاته هو انا جنابكم تريدون تصلون صلاه صلاتكم مو ملزمين بالمستحبات ممكن تجيبون فقط الواجبات يعني هذه الصلاه اللي تصلوها بخمس دقايق مع مستحباتها ممكن تصير بدقيقتين تخلص ممكن لما يستاجر شخص على اداء الصلاه على اداء الصلاه المفروض <applause> أن يؤديها على الطريقة المتعارفة بين الناس هذه كلمة خلي أقولها الحين هذه مستحبات اللي قلناها ممكن كثير من الناس شطر من هالأمور يسووها وبعضها ما يسووها بعض المستحبات يتركوها بعضهم أكثر من هذا يأتون بمستحبات أخر بعد, الانت... بعد الانتهاء من التشهد يستحب أن يقول الإنسان سبع مرات سبحان الله, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبع مرات هذه أغلب الناس ما تسويها ما يدرون فيها أصلا أه توجد مستحبات أخر فالطريقة اللي أغلب الناس يأتون بها لما يصلون مجموعة من المستحبات يسوونها الحين يجي واحد الشخص يقول له هذه مئة دينار مئتين دينار تصلي سنة عن فلان هذا هم يلزم يمسك له ورقة وقلم يقوم يحسب يقول أنا إذا أجيب مستحبات هذه تصير طويلة يقوم يحسب حسابه يقوم يشيل المستحبات كلها ويجيب صلاة فقط الأجزاء الواجبة حتى يكملها بسرعة السنة ويروح يأخذ له سنة ثانية من واحد ثاني وهكذا يصير الحكي لا ما يصير الا ان يقول لصاحب الاموال ذاك الشخص اللي يستاجره يقول له من اول يقول له شوف ترى انا فقط اجيب الواجبات مو تلزمني بالمستحبات اذا رضي ذلك الطرف جيد وربما يقول له لا اذا تريد فقط تسوي الواجبات ما اعطيك مئه دينار اعطيك سبعين دينار ارخص السعر لانه يعني كلما قلت الكميه السعر يقل، كل شيء بسعره، مو شكل يقولون كل شيء بسعره، فالمفروض ان ياتي يقول هو ما قال لي، ما قال لي سوي مستحبات، صحيح هو ما قال، لكن هو قاصد الطريقه المتعارفه المتوسطه، يعني هذا الكلام ليس فقط في الصلاه. حتى في الأمور غير العبادات أفرض واحد يشوف له شخص دائما نجيب مثال المقاول اللي يتفق وياه على بناء بيت هناك مواد تستعمل في البناء فخمة غالية ومواد رديئة بمنتهى الرداءة وفي شيء متوسط الحين فرضنا أنتوا اتفقتوا مع المقاول يبني لكم بيت ما سألتوه الاسمنت اي نوعيه الحديد اي نوعيه الطابوق اي نوعيه ما جبتوا هالكلام هو هم يروح يدور أردأ الانواع وين ما اكو شيء اللي الناس ما تريده رخيص رخيص يدور الشيء الرخيص حتى يوفر نفسه يصير هالكلام لا ما يصير ما يصير الا يقول له للشخص من اول يقول له ترى انا بهالسعر اللي قاعد تعطيني اياه اجيب لك اردع انواع البضاعه اذا وافق ذاك ما يخالف اما اذا ما اتفقوا على شيء يعني قال له تبني لي عليه مو ملزم يدور افخم الانواع لكن الشيء المتوسط الشيء المتعارف بين الناس من يركب الادوات الصحيه يجيبون واحد يقول تركب لي مغسل وتركب لي كذا الى اخره هناك ادوات صحيه غاليه جدا وادوات صحيه رخيصه جدا وهناك اشياء متوسطه اذا ما قال له تركب لي كذا مغسل كذا حنفيه وما قال اي نوع مثلا يدور الشيء المتوسط المتعارف اللي عاده الناس تستعمله لا يجيب شيء رديء او من اول يقول له يتفق وياه يقول له هذا المبلغ المعطيني ليس شيئا تريد احط لك حنفيات زينه ومعطيني كم دينار مثلا هذه ما تفيد ما تكفي أحط لك نوع رديء اذا وافق ذاك قال له ما يخالف حط الرديء ولا تاخذ مني زايد اذا رضي بذلك تلك قضيه والا فلا بد ان يراعي الوضع المتوسط هذا الكلام نقوله في الزياره كذلك لو فرضنا الحين البارحه ذكرنا قضيه الاستئجار للزياره واحد رايح للزياره زياره احد الايمه عليهم السلام فيجي شخص يقول له هذه عشر دنانير من فضلك اريد الزور الامام الحسين عليه السلام عني ما دام انت رايح هناك تزور لي زياره قال له زين رجع زرت لي اي زرت لك شلون زرت يقول دخلت بالحضره وطلعت حتى السلام عليكم ما قلت. ليش؟ يقول انا سامع يقولون الزياره هي حضور الزائر عند المزور وقد حضرت. صحيح الزياره حضور الزائر عند المزور. بس هذا لو يدري ما يعطيك عشر دنانير يعطيك ربع دينار. يقول لك اذا هالشكل زيارتك بس تدخل وتطلع ما اعطيك عشر دنانير. اقرا زياره متعارفه. لا أنت ملزم تقرأ الزيارات المطولة ولا تأخذ أخصر شيء افعل الشيء المتوسط الذي يفعله غالب الناس في الحج والعمرة نفس الكلام هناك أمور يجون يعطوها ألفين دينار يقولوا له هذه نيابة حج زين عادة الألفين دينار ما يعطوها فقط يعني بعدين سأله أنت شلون رحت يقول له والله أنا ركبت منها رحت للطائف دخلت مكة يوم ستة سبعة حجيت لك ورجعت ما رحت المدينة تزور الأئمة عليهم السلام يقول لا ما رحت يقول له زين أنا معطيك ألفين دينار بس على هالشغلة هذه لو معطيك ميتين دينار يحق لك تقول هذه ميتين دينار هذه قيمتها أما لما يعطى مبلغ يناسب عمل متعارف أكثر من هذا لا بد في كل هذه الموارد من ملاحظه الوضع المتعارف وصلى الله على محمد